رمضان ده رحمة من ربنا نعمة. الآن صوم رمضان هذا، ثم إذا انتهيت منه أقضي ما فات، واحرص مروان أنك تصوم اليوم كاملا. يعني الإنسان لا يفطر إلا إذا كان له عذر من مرض أو سفر أو شدة تعب أشفى معه على الهلكة، يعني خلاص لازم يشرب ماء. أما الإنسان اللي يقول أنا أشتغل في مكان مخبز حرارة ولا في شمس أو كذا، هذا ينبغي له أن يصوم، فإذا خاف على نفسه الهلاك من شدة العطش يشرب، يكون في حكم المريض، لكن احرص أن تتم صومك. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة، بيحل حياتنا ويفرشها ورود.